سائلة تقول: يخرج مني ماء من الفرج عندما أكح لكون كحة قوية، ربو مزمن فآخذ حفايض وفاين، أرجو إرشادي بما يجب علي. الواجب إذا خرج شيء أن تعيدي، أن تستنجي وتزيلي الخارج وتنظفي المحل، ثم تتوضئين وتصلين، لأن خروج الخارج ينقض الوضوء. إذا حصل هذا وأنت متوضئة فلا بد من إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ووضع شيء على المخرج. نعم.